طيب، صباح الخير يا جماعة. خلينا نبدأ إن شاء الله نعمل لايف كودينج. أنا بهمني إنه أنتوا تكتبوا كود في باستخدام السايكت والتنسر فلو، فبدنا ناخد هاي الشغلات. حورجي لك كيف إنه أنا حكتب كود، حستعين بالدوكيومنتيشن فقط لأنه أنا مش حافظ كود، بس فاهم الفكرة الأساسية. فحشتغل على البي شارم لانه بيساعدني لما في الكود سجيشن، انه بيساعدني اكثر انه انا اشوف الدوكيومنتيشن. فخلينا افتح هنا ملف جديد، حاعطيكم ركزوا معايا انه حاعطيكم فرصه انه انتم تجربوا هذا الكود بانفسكم. طيب، هجيت على البي شارب لانه انا بالنسبه لي اسهل انه انا اكتب كود انه في سجستشنز، اشوف شغلات انه زي هيك يعني. تمام. هذا الكلام ممكن تطبيقه على الكاجل اذا انا كنت فاميليار مع الكود اكثر، بس هنا اذا انا كنت جديد على الكود فهاي بيساعدني اكثر. الستبس انا عندي للماشين ليرنينج، رقم واحد نعمل لود لديتا، رقم اثنين نعمل prepare للداتا، رقم ثلاثة training fit، رقم أربعة predict، خمسة evaluate. أي machine learning project بدنا نمر بهاي الخطوات. تمام. طيب، نبدأ في تحميل الداتا. أول خطوة زي ما تعودنا from panda، فبيساعدني في الكود سجيشن في الكومبليشن زي هيك، import أو import panda as bd. وأنا بشكل مسبق حملت الأيريس داتا سيت هنا، هيها أنا عندي الصف الأول هو عبارة عن أسماء الأعمدة، وانا عندي الفاليوز زي هيك، عندي حوالي 150 سجل. تمام. فبدنا نحمل البيانات، فنحكي انه الداتا، او خلينا نستخدم نيمينج كونفنشن، نحكي iris data بتساوي bd.read control space، بيروح بيجيب لي بقيه، وهنا بعطي له المسار. المسار هذا بنسخ بس اسم الملف وبحطه هنا عشان اتاكد انه تم التحميل. تمام. بعمل iris data dot head، شغل بلاقي انه الامور تمام. هذه بدنا نحطها في جملة print لانه احنا مش على الجوبيتر. تمام، حملهم. هذا انا عندي الاندكس 0 1 2 4، هاي اسماء الاتريبيوتس وهي الفاليوز تبعتها وهي السبيشيز. طيب، بعد هيك بدنا نفصل البيانات، بدي اخذ الاكس اللي هو الفيتشرز كلها والواي لحال. فبحكي انه الواي بتساوي الايريس داتا، بكتب اسم الاتريبيوت هذا زي هيك، بتأكد انه تمام. هذا انا اخذته عمود بس ضايل كديتا فريم، مكونة من عمود واحد. شوف اتأكد تمام، اخذ الواي لحال. بدنا ناخذ الاكس. الاكس بتساوي الايريس داتا تمام، وبنعمل دروب لاتريبيوت بكتب اسمه هنا. اذا ما كنتش متاكد من الباراميتر واحاول انه شو بياخد، بياخد الليبلز الاندكس الكولومز. تمام. فممكن انه هو ياخد كولومز، فالكولومز هذه بتكون على شكل ليست،
اسم الكولوم هيو بالضبط. وهنا بقول له انه بدي احذف اكسس بتساوي 1، بدي احذف عمود. ونتاكد هاي الاكس كابيتال زي ما احنا تعودنا، ونتاكد انه الاكس مكونه فقط من الفيتشرز بدون الكلاس. هاي الواي لحال وهي الاكس لحال بدون الواي، تمام. بعديها الخطوه اللي بعديها بدنا نعمل تريننج. بدنا نعمل تريننج، بدنا نختار لنا موديل معين، يعني على سبيل المثال from sklearn. في عندي شغلات كثيره، في عندي in sample pre-processing trees، خلينا نختار decision tree. import decision tree classifier، بنروح بنعرف object منه dt model بتساوي، او خليها موديل لوحده لانه احنا ممكن نغير الموديل. نعرف اوبجكت منه بهذا الشكل، يبقى هنا لو عملنا انوتيشن انه هاي ستيب 1، هذه ستيب 2. يسلم عليك. تمام، نبدأ هنا ستيب 3. فكيف بنعمل تريننج؟ موديل دوت فيت بدي له الاكس والواي. الخطوة رقم 4 predictions. موديل دوت بريدكت بديله الاكس. بعديها بدنا نشوف ايفالويشن ستيب 5 ايفال. في الايفالويشن بدي اعمل from sklearn.metrics import. بما انه هاي classification problem انه انا عندي الكلاس عبارة عن nominal، فنختار الاكيوريسي. import accuracy score، فهذا الاكيوريسي سكور بنستخدمه في الايفالويشن. دوت او هذه عباره عن function، فهنا score او result طبعا عشان هذا اخذ ايش فيه، ايش بياخذ فممكن ان انا اتاكد منها انه انا عشان اشوف الترتيب الاكس والواي، لانه زي ما شفنا انه انا زي ما حكيت انه انا بدي استعين بالدوكيومنتيشن. واو، ما فيش انترنت. ونحاول ان احنا يعني حسب ما بتذكر هاي طلعت الدوكيومنتيشن هنا انه واي ترو واي بريدكت. فالافضل انه انا استخدم الباراميتر نيم بيساوي، فهنا بحط واي ترو بتساوي الترو اللي هي الواي
وال y predict بتساوي ال predictions. العكس العكس يعني لا لا بدون اسمها باراميتر لا بدك تحافظي على الترتيب بدك تدي له واي واي بدكت هاجيت هنا اذا عكست الترتيب هذا فيش مشكله هيك هيك بيقبلوا لانه انا معطي اسماء بالضبط عشان هيك انا مش فاكر كتير الترتيب فضلتني انه انا عشان هيك انا بستخدم البي شارم انه عشان يطلع لي بالضبط فهنا بدنا نشوف الريزلت نعم اشتغل هنا الريزلت ممكن نحط ريزلت مية في المية لأنه إحنا ما قسمناش البيانات لترين وتست تمام؟ فالآن أنا بدي أقسم يعني هاي هي الخطوات إحنا مشينا عليها إنه load data prepare data the preparation اللي إحنا عملناه فقط إنه إحنا حطينا الواي لوحدها والإكس عملنا دروب للواي فقط بالضبط وبعديها يعني استخدمنا decision tree وعملنا training وبعديها predict و evaluate الخطوة اللي بعد هيك إنه إحنا بدنا نعمل train test split وزي ما حكيت إنه بدي أستخدم documentation أنا مش عارف الكود فبدي أروح هنا على الأسكيلر وأكتب هنا ما فاكر إنه هي train test split بس إيش الصيغة العامة تبعتها train تست سبليت بجيب لي اياها بشوف كيف بيتم استخدامها موجوده هنا اسكيلر موديل سيلكشن فعلى طول بروح هنا from اسكيلر دوت موديل سيلكشن انا قاصد انه انا اسوي لك زي هيك لانه خلاص بدي اياك تتعود انه انت تكتب كود ماشين ليرنينج بروجكت لوحدك اي ماشين ليرنينج بروجكت احنا اتفقنا انت ايش بدك تسوي بدك تجرب عده كلاسيفايرز بدك تجرب عده بري بروسيسنج بدك تجرب تعمل تونينج للباراميترز اما الكود هو هو فانا بحاول ابني لك اياه من الصفر وهذا الكلام انا حسويه مع التنسر فلو بس نخلص هذا واعطي لك فرصه انه انت تطبق خلاص يفترض انه اي كود بالسايكت يفترض انه انت يكون عندك القدره انه انت تكتبه فموديل سيلكشن امبورت ترين تيست سبليت على طول بجيب لي الكومبليشن بيريحني كثير تمام فهذه عبارة عن ميثود بقرأ الدوكيومنتيشن شو بتاخد تاخد الريز اللي هو السيكونس اللي هو الداتا تبعتي عبارة عن اما نم بي او ساي بي او باندا فبالتالي هنا بالضبط سواء كانت البيانات تبعتي نم بي اري او ساي بي اري سبارس ماتريكس او باندا بقدر انه هو ياخدها او حتى كان لو كانت ليست تمام احنا عندنا موجوده كباندا داتا فريم وايش كمان انا عندي باراميتر ترين سايز وتست سايز تمام والراندوم ستيت واذا كان شفل او لا فممكن انه احنا نمرر هدول الباراميتر تمام فاحنا ايش بنحكي له هنا فبنحكي له انه بدنا نقسم البيانات هنا في هاي الخطوه في الخطوه الثانيه لأنه هنا هذا كله تحت الخطوة الثانية اللي هو prepare data أنا بزيد تفاصيل الآن في prepare data بدي أقول له هنا x capital train x capital test y train y test بتساوي train test split وبدنا نديلها الباراميتر إيش هي الباراميتر بدي أديلها x خلينا احطهم هنا x y واكمل بقيه الباراميتر هنا واقول انه train اسمه test train size بتساوي 80 او 1.8
بوينت 8 بس انه عشان الداتا سيت انه هي صغيره، فخلينا ناخذ انه على سبيل المثال انه التست سايز بتساوي 0.33 تمام. وبدنا نحط الراندوم ستيت. هنا في انا عندي الواي صحيح، انت بتحدد واحدة منهم وممكن ان انت تحدد الاثنين سوا. تيست سايز بتساوي 0.33 حكينا، هنا كوما والراندوم ستيت بتساوي اي رقم، المهم انه يكون ثابت لانه لما اعمل ملتيبل رانز تطلع لي نفس النتيجة. فناخد هنا في المثال هاي ما اخذ انه تيست سايز 33 مد الاكس والواي، هنا في عندي في الكود انه انا في عندي اكزامبل في الكود تيست سايز والراندوم ستيت حاطها هنا 42. المهم انه انت تكون مثبتها اي رقم حط، فانا هاي بدي احط 3 تمام. بعد هيك ايش بدي اسوي هنا في كيف بالضبط؟ فهذا انه ده حتصير كوميت، حتصير موديل دوت فيت اكس ترين واي ترين. وهنا البريدكشن ايش بده يصير؟ هذه نعملها كوميت، كومنت بريدكشن تساوي موديل دوت فيت اكس تيست. كيف؟ بريدكت بريدكت عفوا. طبعا هنا في الاكيورسي بدها تصير هذا الكلام، نعمله كومنت حتصير الواي واي التست، وهنا البريدكشن زي ما هي. نعم شوف الريزلت الآن. نعم طبيعة الحال 92. طيب نطبق كمان خطوة في البريبير انه احنا نعمل انكودينج، وبرضو انا مش حافظ الكود بدي اطلع الدوكيومنتيشن. هذا خليني انسخه ونفتح. فهنا انا فاكر انه في الانكودينج انه احنا حكينا في عنا نوعين اساسيات، ايش هما؟ جزء من اسمهم في الانكودينج تعامل مع الكاتيجوري، الوان هوت انكودينج والليبل انكودينج. احنا هنستخدم ليبل انكودينج، ليبل نعم. ليبل انكودر وين موجود؟ في اي كلاس؟ في البري بروسيسنج. فعلى طول بروح انا ايش بدي اعمل؟ الواي هذا اللي كان يطلع انا عندي زي هيك بدي استبدله، بدي استبدله ب 0 1 2 بس كتب بالضبط انه نشوف كيف. فبالتالي انه انا عرفت الكلاس تبعه يبقى مباشره هنا from ASCII learn dot pre processing import label encoder. طبعا طبيعة الحال برجع هنا عند الـ pre-processing بعرف منه object قبل ما أعمل split للـ data. فبعرف منه object هنا label encoder بتساوي
وبعد هيك بنروح بنطبق انه y encoded بتساوي الليبل دوت. هكيت بدي اطلع هنا على الدوكيومنتيشن ايش فينا عندي ميثود. فينا عندي fit transform وفي عندي transform. شو الفرق بيناتهم؟ هكيت fit تعمل لي fit للليبل انكودر، transform تعمل transform لنورماليزد انكودينج. fit transform بتسوي التنتين سوا. نعم، فبناخد fit transform وايش بديله؟ بديله الواي بالضبط. اتاكد انه هنا print encoded y encoded تمام، وانه انا ممكن اوقف الاكسكيوشن هنا اشوف انه هذا الكلام صح ولا لا. تمام، طبع لي اياهم كلهم هذول ال 150، فانا ممكن احكي له هنا اطبع لي اول 10. نفس الفكره يعني. تمام، هاي اول 10 0. طب بدنا نشوف اخر 10، لانه ترتيب الكلاسز هنا اول شيء سيتوسا 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 كله 50، بعديها فيرسيكولر 50، بعديها فيرجينيكا 50، مرتبات زي هيك. فبتوقع انه اللي اخر 10 بيكونوا ايش الانكودنج تبعهم؟ 2. فبدنا نطبع اخر 10، فبنقول له من ماينس 10 للاخر فاضي هيك. فبطلع هنا اثنينات. تمام، بالضبط بالضبط. فهذا انه التطبيق على استخدام البري بروسيسنج، والون هوت انكودر نفس الفكره، انه بتطبقه انه تطلع على الدوكيومنتيشن. هي اللي انا بسوي، انا مش حافظ كود بالمره، مش حافظ. الان اذا انت فهمت الكونسبت تقدر تكتب كود، اما انه انت بدك تيجي تكتب كود وانت مش فاهم الكونسبت يستحيل. لا احنا انا مش حافظ كود، انا بطلع على الدوكيومنتيشن وبرجع. طيب الان بدنا نيجي نقسم البيانات هنا، بدل الواي ايش بدنا نديله؟ واي انكودد، ونفس الفكره هنا. وبدي اغير الالجوريثم، بدل ما كان ديسيجن تري كلاسيفاير انه كاتيجوري، صارت انه بدنا نعمل ريجريشن. نعم، فهنا ديسيجن تري ريجريسور حتصير بالضبط. فهنا حيتبدل الموديل زي هيك، وبدل ما بدل ما هو انه ريجريسور حتصير انه اعتقد انه مين ابسوليوت ايرور ممكن يمشي الحال، بس اعتقد انه ممكن يمشي الحال زي هيك. يعني لو احنا عملنا ران شوف ايش الاكيرسي بتطلع. accuracy 94، فاحنا اذا بدنا نحسبها ل انه numeric prediction، فهنا بدل accuracy score بدي احط mean absolute error. تمام، وهذا بدي احطه هنا بس، فبصير انه بيطلع لي mean absolute error قديش؟ كيف نفس البارامتر؟ اه واي ترو، كله بياخذ واي ترو بالضبط. وتاكد هاي الدوكيومنتيشن اي متريك بياخذ واي ترو واي بريدكت، كل البارامترز هذه موحده في اي شغله موجوده في المتريكس. تمام، لو غيرنا ل مين سكويرد ايرور برضه نفس الفكره. فهنا انا عندي ريزلت كمين ابسوليوت ايرور 0.08، كثير قليله، فبالتالي انه الموديل كثير ممتاز. تمام،
فهي ندخل على مرحلة إضافية إنه إحنا إيش بدنا نسوي؟ نعمل كروس فاليديشن. ف برضو أنا مش حافظ كود بالمرة، بدي أطلع دوكيومنتيشن. هاي فوت ثلاثة وأخذ الكود هذا وأعدل عليه، هذا الكود كله كتبته من الصفر. فالكروس فاليديشن كروس فال سكور اسكيلير موديل سيلكشن كروس فال سكور ايش بياخذ؟ بياخذ الاكس والواي والسي في والسكورينج ميثود، تمام، والنمبر اوف جوبس. هذه كل هالبارامترز حنعدل عليها. ف هنا حيتغير، انا عندي انه هذه مش حيصير ترين وتست سبلت، حيصير انه انا بستخدم ايش؟ سي في كروس فاليديشن. كروس فاليديشن حكينا انه بدل هاي حتصير امبورت كروس فال سكور. طيب وهنا بده يكون تعريف الموديل فوق، تمام، او عفوا من بداية خطوة السي في، وهذا والبريدكشن هذا كله حيصير ملوش لازمة، وهذا كله ملوش لازمة. فهنا انه result بتساوي استدعي هاي الميثود كروس فال سكور. شو بدنا نديها؟ نديها كل البيانات الاكس والواي انكودد. هاي الاكس، هاي اكس كابيتال واي سمول، يبقى الاكس كابيتال بتساوي الاكس والواي بتساوي واي انكودد. وهنا ما تتلخبطش بين اسماء البارامتر، هذا اسم البارامتر المعرف في الداله، هذا اللي عندي وهنا اسم البارامتر وهذا اللي عندي، تمام. ايش كمان بدنا نديله؟ كم سي في بتساوي 5. دائما نتعود انه لما تستدعي داله انه انت تكتب اسماء البارامتر تبعتها عشان ما يصيرش في عندك لبس. 5. شو كمان بدنا نحط؟ النمبر اوف جوبس، هيو بكمل لي اياها. انا عندي 4 معالجات. وايش كمان؟ والسكور السكورينج بتساوي، خلينا نحطه في سطر جديد. السكورينج ممكن احط هذا مين ابسوليوت ايرور، تمام. برضو في وين انا بحكي على جهاز، جهازي انا عندي 4 معالجات، انت جهازك 8 معالجات بتحطي 8 هو في حدا عنده واحد بس عادي، يعني قصدي بنحط هذا بنشتغل بناء على صفحه الجهاز. صحيح. لو حطيتيه انه بياخذ، لو ما حطيتيش هذا البارامتر، هذا البارامتر اوبشنال. لا هذه داتا ست صغيره، فاذا كانت داتا ست كبيره فعلا بيختصر وقت، تمام. بعديها بدنا نشوف الريزلت اللي هي عباره عن اري او ليست فيها السكورز، تمام يا احمد، تمام، كله تمام. طلع 0.6 اقل من لا يفترض انه يطلع لي سكورز. هذه يفترض انه تكون ليست، يعني كل واحدة يعطينا قيمة. نعم نعم. طيب لو احنا غيرنا للموضوع ل هجيت هنا السكورينج، كيف بدك تعمل ايفالويشن للبيانات للموديل اي طريقه؟ فهي السكورينج هذا
عبارة عن string، عشان هيك أنا بحطه بين quotation. تمام؟ بياخد متريك واحدة بس. أما إيش هي المتريك هاي؟ خلينا نشوف الليستة هنا. لقيت ايش هو الديفولت؟ مش عارف انا ايش هو الديفولت، لانه احنا لو ما مررناش الباراميتر هنا، هنا يفترض تطلع لي ليست. اوكي انا عشان بشغل في هاي، انا بشغل افترض اشغل في هاي. هنا في اشي ناقص انا نسيت ان انا احطه في الكروس ايفال سكور، نرجع له هنا بدي اديله الاستيميتور. هذا اول حاجة الاستيميتور، هذا الباراميتر. فالاستيميتور بتساوي اللي هو الموديل تبعي، هذا اللي هو عبارة عن regression tree. انا كنت عمران هنا، كنت عمران في الملف الثاني. اوكي هاي يطلع لي list، هاي يطلع لي list بالضبط. ليش؟ قديش الدايمنشن تبعها؟ هي 1 2 3 4 5، لانه راح تصير في 5 بالضبط. هذا الاستيميتور اللي هو الكلاسيفاير تبعي. ايش بالضبط؟ نرجع للسكورر. بس مش عادي انه احنا طلعنا مين اخير، لو بدي اشوف ما هو هذا، انه هذا عباره عن الاكيوريسي للفايف فولتس. ايش انت عندك السي في الثالثه الاكيوريسي تبعتها صفر، فعشان هيك انت ممكن انه هذا ارجع اسمي لك اياه سكورز. تمام، وهنا ونقول انه المين بتساوي السكورز دوت مين. فكمتوسط لو احنا اخذنا متوسط النتيجة، هو بالمناسبة بيطول شوية لأنه بعمل التجربة 5 مرات. المين 51%، لو اخذت متوسط هذول كلهم 51%. تمام؟ خلينا نجرب آخر باراميتر اللي هو السكورر أو السكور. سكورينج، بدي احط كوما هنا، بتساوي ممكن اديله هنا المين ابسوليوت ايرور. هنا بحكي لي غلط، انه السكور اللي انت حاطه مش صحيح. تمام، بحكي لي انه value error، انه mean absolute error is not a valid scoring value. عشان تعرفهم ممكن انه انت تجيب هدول اللي هو هايهم موجودين في الكلاس هذا. الكلاس هذا ممكن اشوفه على documentation.
فبالتالي ايش في عندي scoring؟ في عندي accuracy، هيا بين quotation، balanced accuracy، average precision، negative loss، log loss، jacquard في الريجريشن، هيو نيجاتيف مين ابسوليوت ايرور، نيجاتيف سكويرد ايرور، مين ابسوليوت ايرور لوحده ما فيش مش موجوده بالضبط. فممكن ناخذ النيجاتيف مين ابسوليوت ايرور بين كوتيشن طبعا بطبيعه الحال، ونضرب في واحد زي ما كان عامل، وهنا انه نقول ماينس واحد ضرب هيك بنجيب. فمن الأخطاء تبعتي أنا رجعت شفت الدوكيومنتيشن وحليت الموضوع، تمام؟ فهي النتيجة أنا عندي كمين أبسوليوت إيرور، وهي المتوسط تبعهم بوينت واحد كمين أبسوليوت إيرور، تمام؟ طيب بدي إياك تطبق هدول الثلاث شغلات، انه انت تطبق على الاقل تعمل train test split. يعني المطلوب منك انه انت ايش تعمل؟ انه انت تعمل load للdata، apply train test split، apply CV، apply pre-processing، اختار لك اي pre-processing وطبقه، تمام؟ ممكن تخلي apply pre-processing هنا قبل وتطبق على تعمل بدي project يعني على البيشان تشتغلوا حاليا، ونفس ما انا سويت بالضبط بدي تعمل بريك للحاجز هذا، انه تستعين بالدوكيومنتيشن وتكتب الكود هذا وتستخدمه على اي داتا سيت انت بدك اياها. لو بدك تستخدم على الايريس اوكي، يعني ممكن انه انت تنزلها من الانترنت الان وتستخدمها على الايريس، تمام؟ طبق هذا الاكسرسايز معك يعني حوالي 15 دقيقة او 20 دقيقة، تمام؟ عشان ندخل في الكود تبع تنسر فلو فيديو، عشان انه هنا نيوميريك كلاس معنى ذلك انه انت بتحتاج ريجريسور. هنا ريجريسور بغض النظر عن الكلاسيفاير، سواء كان راندوم فورست او ديسيجن تري او حتى لوجيستيك ريجريشن، اي حاجة فيها ريجريشن انه بتزبط مع النيوميريك بريدكشن، او حتى ممكن انه نيورال نتورك زي ما احنا هنشوف الان، تمام؟ طبعا المتريكس المناسبة هي المين ابسوليوت ايرور او المين سكويرد ايرور، تمام؟ اما اذا كان الكلاس نومينال، نومينال معنى ذلك انه انت بتحتاج كلاسيفاير أو neural network classifier، لأنه في neural network أنه أنا ممكن أتعامل مع nominal classes، وهنا neural network regression زي ما احنا هنشوف الكود الآن في التنسر فلو. والمتريكس المناسبة هي أنه أنت تستخدم accuracy، في عندك كمان precision كذلك انه اسمها، فبالتالي انه هدول اكثر اثنين انه انت ممكن يكونوا مناسبات ل nominal class label، nominal class. فهاي الشغلة اساسية عندك في البروجكت تبعت الماشين ليرنينج انه انت تكون ماخذ بالك منها، تمام؟ طيب خلينا الان اسلوب البرمجة اللي انا ورجيتك اياه قبل شوية مهم جدا 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 جدا، لانه هاي الشغلات انه بالبرمجه مش شغلات اساسيه، انه انت بتعمل فور لوب او بتعمل
انه iteration على list معينة، لا، هذه الشغلات انه بده يكون في عندك وصفات وتمشي على الوصفات هذه. الوصفة الرئيسية ورجتك اياها ايش هي الخطوات زي ما احنا شفنا، تمام، انه انت تعمل load للdata، prepare، طبق هذا الكلام. فهذا الكلام انه اي typical machine learning project بيمشي على هذا الكلام. الان انت كيف تعمل الاكواد هذه؟ بدك ترجع للدوكيومنتيشن زي ما انا ورجيتكم بالضبط. انا مش حافظ كود بالمره، وهذا الاشي احنا حنسويه في التنسور فلو. ولكن في التنسور فلو هنا انا حوري لك في البدايه، حورجي لك يعني نفتح التاج هاي. يعني على سبيل المثال اذا انت كنت محتار في الاركيتكتشرز، كيف بدك تشوف الاركيتكتشرز او المودلز اللي موجوده عندك، تمام. احنا شفنا النيورال نتورك العاديه، احنا اخذنا ثلاث انواع من النتوركس. النوع الأول اللي هو Multi Layer Perceptron أو بسموه FC Fully Connected، تمام، وبتلاقيه في التنسور فلو اختصارا TF بسموه Dense Layer. بتلزق هدول Layers مع بعض وشفنا كيف شكله انه هو Fully Connected. وفي أنا عندي النوع الثاني CNN والنوع الثالث RNN. حاجات في السي ان ان في انا عندي انواع كثيره. ايش في عندي؟ شفنا المره اللي فاتت الريزنت، والريزنت هذه فيها ارقام، في منها 50 في منها 20، كذلك الفي جي جي، كذلك شغلات كثيره. حاجات وين انت ممكن تلاقي جايد لهي الشغلات؟ لانه احنا حناخد كيف نعمل كودينج بالكونفولوشن بالتنسور فلو، بس خلينا اول نبدا نبرمج في التنسور فلو بالاسلوب هذا اللي احنا عملناه في السايكت. انه انا بكتب بيزك ماشين ليرنينج بروجكت، بشوف الدوكيومنتيشن وبروح بضيف هاي الاجزاء، تمام. والار ان ان في انا عندي LSTM و GRU، هذه architectures مختلفة. إذا أنت حابب تطلع على الأنواع هذه المختلفة في الـ CNN، في عندك هذا الـ article CNN architectures، في عندك هنا لونت 5 هاي السنة تبعتها، وفي عندك ZFNet 2013، وفي عندك الـ Google Net 2014، في عندك البي جي جي كذلك ظهرت في 2014، الريز نت حديثا ظهرت 2015، تمام. فبالتالي هنا بورجي لك انه انا في عندي اكثر من اركيتكتشر في الكونفولوشن. انه احنا الفكره في الكونفولوشن هنا انه فعليا انا عندي الانبوت، في انا عندي convolution وفي عندي pooling، وهذا ممكن اعمله على عده مراحل. فهنا بحكي في الترتيب في هاي اللايرز لانه architectures مختلفه. فاذا انت حابب تطلع على التفاصيل تبعتها هاي ممكن انه انت تشوفها. هذا الجدول بلخص لك انه كل واحده انه قديش انه هي جابت نتائج وانه مين هي الافضل، تمام. وهذه هي الريزلت تبعتها انه قديش لاير وقديش هذه كم اوبريشن تقدر انه هي تسوي وقديش الاكيوريسي تبعتها. بتلاقي انت عندك اللي في التوب، انت عندك الفي جي جي 16، ريز نت 152، في جي جي 19، تمام. فهذا بشكل اساسي يعني بيورجي لك ايش هي الاركتكتشر في الكونفولوشنال نيورال نتورك. قبل ما ندخل انه احنا نعمل كود يتعامل مع images، خلينا نكتب basic TensorFlow application. بدنا نروح على documentation
أول حاجة إنه أنت تسويها تفتح السايت زي هيك، طبعاً هنا في نقطة مهمة بحب إني أنوه إلها، هي قصة الكومباتابيليتي تبعت الكود تبعت التنسر فلو. ممكن تتلاقي وصفات كثيرة للماشين ليرنينج على الإنترنت بالتنسر فلو، ولكن هذه الوصفات قد تكون مش كومباتبل مع الليتست فيرجن من التنسر فلو. تمام؟ تمام يا حاوي؟ معايا؟ فعشان هيك انت تكون حريص انه انت تنزل اخر نسخة، فبتروح هنا على انستول، في عندك الكوماند هذا اللي هو بيب انستول. طبعا هاي الليتست فيرجن، انا عندي فيرجن 2 اللي هي البيتا 1. طبعا كن حريص انه انت دائما تطلع على اخر نسخه هنا وتنزلها وتشوف ايش الاختلافات تبعتها، عشان اذا بدك البروجكتس تبعتك تضلها انه هي شغاله وما فيش مشاكل. طبعا هذا الكوماند ممكن انه انت تنزلها على الكولاب، فلو انا فتحت انا كولاب بروجكت، هو في الكولاب انه التنسر فلو اوريدي انستولد، فنعمل تشيك للفيرجن، لانه انا اول خطوه كاتب لك اياها انه انت تعمل تشيك للفيرجن. فهذه سمي لك اياها تيست تي اف، هنا امبورت تنسر فلو از تي اف زي ما تعودنا دائما. بدك تشوف الفيرجن تروح تعمل برنت tf underscore نقطة underscores double underscore version هذا الشكل. واحد بوينت 14. لا 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 عادي بيشتغل، يعني ممكن تفتح انت عندك الكوماند برومبت. فانت هنا لو فتحت الكوماند برومت تمام وشغلت هاي الكوماند نفسها انه بيشتغل معك، اللي هي هاي الكوماند انه بالضبط باخدها زي هيك هاي نسخ، وهنا بروح هنا على الجهاز تبعي. انا اوريدي منزلها قبل هيك، فحيشوف انه الريكويرمنت ساتسفايد، مش حينزلها. حجمها تقريبا حوالي 40 او حاجه زي هيك، فانه انت بتقدر تشتغل عليها، وانا هشتغل عليها اوف لاين. بس انا بقصد انه كيف تعمل تشيك للفيرجن، تشيك للفيرجن بهذا الاسلوب. فخليني هنا افتح tf واحد، فأنا عندي الخطوات، هاي هي الخطوات. سكر الباب بس. أول خطوة إنه أنت تعمل انستول للفيرجن، وإنه أنت تتحقق منها. تمام، بعديها راح ننتقل للخطوة الثانية. فخلينا الآن هنا أعمل import، بعد ما أنا نزلتها أنا عندي local على الجهاز، import t tensor flow as tf، وهنا نطبع الفيرجن tf dot version. فهنا لا مش كتير، أنا عندي النسخة هنا على الجهاز 2، فبشتغل عندك على الجهاز عادي فيش مشاكل. الآن على الكولاب، لو رجعنا على الكولاب النسخة قديش؟ 1.14، مش آخر نسخة، لأنه هي دي نسخة الديفولت اللي أوريدي نازلة 1.14. فكيف نعمل؟ فبنروح نفتح هنا كود جديد، بنحط بس هاي العلامة، علامة التعجب، وبنحط بنحط هاي هذه بننسخها، وهنا كنترول في، فبروح بنزل لي
تنسر فلو على الكيرنل او على الانستانس هذا في الكولاب. بعد ما يخلص نقدر انه احنا نتفحص. خلينا نكتب الكود هنا تحت عبل ما يخلص، انه مرة تانية import TensorFlow as TF، وهنا print TF نقطة version. فبنلاقي انه نسخة 2. بأكد كمان مرة انه الهدف من الخطوة هذه انه انت تتحقق من الفيرجن اللي نازلة عندك، تتأكد انه هي دائما اخر نسخة، لانه بصير فيها تغيير باستمرار، لانه الاكواد اللي احنا حناخدها هنا من الدوكيومنتيشن بدها تكون متوافقة مع اخر نسخة. في اكواد ممكن تلاقيها على مدونات او على مواقع ممكن تكون مش كومباتبل، بس الفكرة انه ممكن ترجع على الدوكيومنتيشن وتعملها، تقدر تعملها ابديت. حكيت هنا بعد ما خلص بحكي لي هنا لازم اعمل ريستارت للران تايم عشان بالضبط. فاعتقد انه هذا الكود بيصير ملوش لازمة، فبروح بعمل ريستارت. يس ايوه عمله، بعمل initialization. وهنا لو رجعت شغلت هذه صارت النسخة 2، خلاص الكيرنل هذه نازلة معاها نسخة 2، فيش فيها مشاكل. طيب نرجع هنا للدوكيومنتيشن بعد الانستليشن زي هيك. بدنا نرجع هنا للدوكيومنتيشن، بدي اروح على جزئية الليرن، بدنا نبني بروجكت من الصفر. طيب هجيت هنا في عندي اسلوبين للكتابة. اسلوب البيجينر انه انا بكتب الاكواد بشكل متسلسل زي ما تعودنا عليها في السايكت لير، تمام. والاسلوب الثاني انه استخدم الاوبجكت اورينتد كاكسبرت. لاحظ هنا انه انا شو عملت، عملت امبورت عادي، وهي حضرت البيانات وعرفت الموديل زي هيك. اما هنا معرف الموديل انا عندي ككلاس وعامل انهيرتنس من السوبر كلاس اللي هو تي اف كيراز موديل. طبعا كمان مره للتذكير، الكيراز هي عبارة عن رابر للبايثون او انترفيس، عفوا رابر للتنسور فلو او انترفيس للتنسور فلو، بتخلي كتابة الكود اسهل. شوف قديش انه البايثون سهلة والتنسور فلو في له انترفيس بالبايثون، بس لسه الكود شوية مش زي البرمجة التقليدية. فعشان هيك عملوا الكيراز بتحاول انه هي تبسط التعامل مع ال يسلمونه مع الكوماند. خلينا ناخذ الاسلوب الاول. الاسلوب الاول انه انا بدي اعمل امبورت للتنسور فلو، بعد هيك بدنا نتعامل مع البيانات. التعامل مع البيانات الكيراز في حد ذاتها بتيجي معاها داتا سيت، فممكن انه انا استخدمها لوحده، بروح بعملها داونلود، وممكن انه احنا نحمل داتا سيت باستخدام الباندا. حنشوف هذه وحنشوف هذه. خلينا نتعامل هنا مع الداتا سيت، بس بدي اياك اول تستكشف ايش هي الداتا سيت. فبتروح تنسخ هذا زي هيك، وبتروح هنا على الدوكيومنتيشن، هنا في البحث بتروح TF Keras Dataset. بدك تستكشف ايش الداتا سيت اللي هناك. الداتا سيت اللي موجوده بتيجي محمله اوريدي مع الكيراز، داتا سيت حقيقيه وكتير ممتازه، وممكن تبني عليها بروجكتس كتير حقيقيه. فايش انا عندي الداتا سيت؟ ويتنج لسه انه يفتح. ايش في عندي؟ بوستون هاوسينج، نفس هذيك احنا اخذنا على مالبورن، بس هذه مدينة بوستن، تمام. وهنا سيفار 10، سيفار 200، وهنا فاشن، هنشتغل على الفاشن اللي هي تيشيرتات وبناطيل وقمصان وهي الاشياء. والاي ام دي بي موفي ريفيوز، مراجعة على الافلام، هذا سايت مشهور فمتاخده منه المراجعات هناك. داتا سيت جاهزة. وهنا الامنست، الامنست هي عبارة عن الديجيتس، وهنا رويترز، رويترز اللي هي للاخبار.
فزي ما انت شايف انا عندي الداتا سيت هذه متنوعه، زي ما احنا شفنا انه للهاوس برايسنج نيوميريك داتا سيت او كاتيجوريكال داتا سيت، بالاضافه لصور زي الفاشن، بالاضافه لنصوص زي الاي ام دي بي والرويترز، وكمان الامنست اللي هي الديجيت ريكوجنيشن اللي برضه هي عباره عن صور. ايش الداتا سيت اللي بدي اتعامل معها في الاكزامبل هذا اللي هي الامنست، هاي الوصف تبعها. ايش فيها؟ ميثود داتا لود بس. فبالتالي هنا طلع على الامبورت هذا انه ايش هو، انه انا عندي تي اف كيراز داتا سيتس امنست. فايش بدي اسوي هنا؟ بروح مباشره، لاحظ انه انا بقرا دوكيومنتيشن، هيني ببني تنسر فلو بروجكت من الصفر، فبحكي فروم tf dot dot او ممكن انه import tf dot keras في اشكالية عندي هنا دوت. لازم استخدمها ايش؟ لازم استخدم الباقي عشان هي اوريدي امبورتد، هي اوريدي امبورتد، ف اوكي. فبحكي هنا انه امنست داتا بتساوي tf دوت كيراس دوت datasets dot هاي البوستنج وهي صفار 10 صفار 100 هاي الامنست، هذه بدون داتا خليها زي هيك. وهنا بنحكي انه الداتا بتساوي امنست دوت لود داتا، زي ما انا شفت الدوكيومنتيشن وفيها هنا انه فيها فقط اللود. تمام؟ ماشيين معايا؟ إذا بتحبوا تطبقوا معايا إنه إذا شايفين هذه الطريقة أفضل. ثواني بس. إذا أنتم حابين إنه إذا أنتم شايفين الطريقة هذه أفضل، ممكن تفتح معايا بروجكت على البي شارب وهيني ماشي معاك بشوية بشوية أحسن. تمام؟ حكيت الخطأ أنت عندك في التنسر فلو إنه بتصور انه انت عندك الفيرجن القديمه في التنسر فلو، فايش بتروحي بتسوي؟ بتروحي هنا على الانستول، تمام، تفتح السايت هذا زي ما احنا كنا فاتحين السايت تبع السايكت، نفتح سايت التنسر فلو في الانستول، بتروحي بتاخدي هذا الكوماند، هاي بتاخديه زي هيك نسخ وبتعملي له انستول، وين؟ في الكوماند لاين تبعت الاناكوندا، اذا انت الانفيرمنت تبعتك اناكوندا، انت منزل التيرمينال تبعت الاناكوندا او في التيرمينال تبعت البي شارم، يعني هنا انه انت لو فتحت التيرمينال بالضبط. تمام، يبقى هنا لغايه الان احنا خلصنا الخطوه الاولى، يبقى هنا امبورت اي رقم واحد، امبورت اند تشيك فيرجن. لو انت حابب تشتغل على الكولاب برضه هيني ورجيتك هنا في الكولاب كيف تسوي هاي الشغله، تفحص الفيرجن بعديها بتروح بتعملها انستول وبتعمل ريستارت للران تايم تبعي. تمام، بالضبط، عشان ياخذ النسخه الجديده، فبالتالي هيك بتتاكد انه
فهذا الكود ممكن انه انت تطبقه هنا برضو، يعني لو انت كنت شغال هنا، فهي انه amnest بتساوي tf.keras.datasets فيها s اعتقد، فيها s dot amnest. لاحظ هنا انه الداتا سيت هاي بدي احملها داتا بتساوي amnest dot load underscore data، لانه زي ما اتفقنا انه فيها فقط حروف ايش؟ معكوسة الحروف الثانية. فهاي فعليا هو راح يعمل داونلود لس داتا سيت لوحده زي هيك، تمام، ويحمل لي اياه خلاص. هاي على البي شارم، حرجع لك على البي شارم، وهي هنا هاي لود، هاي حشغل على البي شارم. فهنا في البي شارم اعتقد انه الداتا سيت تبعتي اوريدي اصلا داونلودد، فعشان هيك عندكم راح يظهر ايش بتحمل لي البيانات وبتخزن لي اياها في المتغير هذا. لانه الكيراس تيجي اوريدي معاها الداتا سيت هذه، بدك تحمل داتا سيت ثانيه بنستخدم الباندا، حنشوفه بعدين. تمام؟ ايش هو الايرور؟ هاي الكود، وخليني اكبر لكم الخط. هيك احسن. حكيت بعد الانستليشن بتاكد من الفيرجن باستخدام هذه الستيتمنت. وين هيك هيك
هاي الرجل اثنين وهي بتحمل الداتا سيت. ايش بتحمل الداتا سيت؟ الداتا سيت هاي بتحمل مره واحده. طيب احنا خلصنا الخطوه الثانيه، خلصتوا كلكم داونلود؟ كيف امورك يا استاذ؟ كيف نزلت السلسله الاولى في 10 اسطر وعارف انه هي نعم كل ما نزل شيء ما بده يكون عندك يعني. نعمل البورت توصل له أزياء. طبعا لما نعمل تجربة الكود بقول له ما فيش شيء. بتكون أنت مش عامل بدل أبديت التنسر له. بدنا نعمل جنب له. شغال على كولاب. كولاب ده كمان ريستارت لكن ده. لا لا ريستارت بتحكي عنك زين تحت بيوش لك يا ريستارت. هذه عشان تحمل الداتا تمام؟ حاول تفرع ايدك في الكيبورد شوي خلاص؟ حملنا الداتا سيت كلنا؟ تمام؟ كيف؟ انت دائما بتقع في هذه المشكلة. طيب هيك الأمور تمام؟ خلينا نبدأ بالخطوة اللي بعد هيك. الخطوة اللي بعد هيك انه نعمل prepare للداتا رقم 3 prepare data. طبعا الداتا هذه تقريبا حجمها 6000 instance حسب ما اذكر تمام. فبالتالي Thank you.
لا هاي اثنين، لا مش هيك. data dot هنا هاي as a list. في dot size. وين ها؟ طيب خليني أشوف هنا الدايمنشن تبعها 2 اوف الزيرو اوف الزيرو. ممكن هي مقسمة زي هيك 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 بقدر أجيب اللين لهذا الكلام لين بالضبط، فأعتقد إنه هي 6000. بالضبط 6000 60000 متخيل؟ لا 60000 فاليو، لا 60000 انستنس. تمام. حكيت عشان هيك انه احنا لو بدنا نعمل كروس فاليديشن بزبطش الحال، حكينا في اللارج داتا سيت بمشيش، فايش بدنا نسوي؟ امن جدا انه انا اعمل ترين وتست سبليت. ليش؟ لانه التست بارت لارج انف وما فيش فرصة ان احنا نقع في قصة الاوفر فيتنج. فبدنا نعمل هنا تيست، عفوا بدنا نعمل انه سبليت للديتا، سبليت للديتا هيو بهذا الشكل. هيو بترجع لي اياها انه كترين بارت وتيست بارت، فانه هذه الدالة تمام باخذها زي هيك ليا هنا. نعم هي اصلا مقسمه وجاهزه، بتكون هي مقسمه وجاهزه، فبالتالي هي نفس الداله هنا لود. ايش بترجع لي؟ بترجع لي تابل، في كل تابل في انا عندي ترين بارت وتست بارت اللي هو الاكس والواي في الترين والاكس والواي في الترين، فهي مقسمة وجاهزة، فعشان هيك انه هي بتسهل علي في العمل. طيب الآن هذه عبارة عن صور، صور عبارة عن جراي سكيل. قديش الفاليو تبعت الجراي سكيل في الصورة؟ قديش الفاليو في الجراي سكيل؟ كيف حسب؟ يعني قديش؟ من زيرو؟ من زيرو؟ زيرو سبعة. لا هذه سبعة بت. 255. تمام؟ فعشان بالضبط، فعشان هيك احنا بدنا نعمل الخطوة هاي بتساوي تقسيم، بتساوي الاكس ترين تقسيم 255. وهذا الكلام برضو ممكن نطبقه على الاكس تيست. ليش تقسيم؟ احنا قسمنا على 255، فبالتالي ال 255 بصير فاليو 1 والصفر بصير 0، فبالتالي انه عشان نعمل انه الفاليوز هنا نورمالايز بين 0 و 1. هذه الشغلة بنحولها على تيست. load and prepare dataset. تمام. هاي الخطوة بدي اكتب لك عليها ملاحظة انه هي optional. دائما حاول انه انت في النيورال نتورك انه انت تعطي له ارقام صغيرة بين الزيرو والواحد لكل اتريبيوت، انه تعمل normalization. بتحسن احكي لك ليش؟ لانه افترض انه انا في عندي اتريبيوت، تو اتريبيوتس، اتريبيوت اسمه مثلا الايج والانكم. ايوه سجل لك الملاحظه هنا، هنا انه واي نورماليزيشن
انه انا في عندي اتريبيوت الايج. الاتريبيوت الايج عاده لو انا كانت في عندي بيانات للموظفين قديش تتراوح اعمارهم؟ قول معايا. خلينا نبدا نحكي البدايه. خلينا نقول انه اول ما يتخرج مباشره، خلينا نقول نفترض انه الحد الادنى 22 لغايه قديش التقاعد 60. في عندي اتريبيوت ثاني اسمه انكم. عاده الانكم بنحط انه الدخل السنوي. الدخل السنوي خلينا نفترض بالمعدل، بالمعدل انه 1000 دولار في الشهر في 12، فبصير انه 12000 انه في المتوسط بلس وماينس. مش عندنا تقلقش، مش عندنا هذا الكلام. انا بحكي في الوضع الطبيعي انه الراتب، متوسط الراتب مفترض انه يكون 1000 دولار في الشهر عشان انه الحد الادنى يعني زي هيك، تمام. فلاحظ رينج هذه القيم قديش ورينج هاي القيم قديش. بتكاش السبب في ذلك انه احنا بنعمل نورماليزيشن، لانه انت لو خليتهم بنفس الفاليوز ومررتهم للكلاسيفاير او للنيورال نتورك، هو زي كانه انت بتدي اهميه اكثر للانكم لانه الفاليو تبعتها اعلى بكثير. فعشان هيك النورماليزيشن انت بتحوله للرينج 0 1، فبالتالي انه كله بياخذ نفس الويت وهو لحاله بيحدد الأهمية الاتريبيوت انه بدي ويت في النيورال نتورك، هيك افضل. فعشان هيك هاي الخطوه بحكي لك عنها انه هي اوبشنال، تمام، بس يفضل انه انت تعملها انه انت تحول البيانات انا عندي ل 0 و1، تمام. نروح للخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه ايش هي؟ انه احنا بدنا نعرف موديل. وين الموديلز اللي عندي؟ هاي بدي اخذها من الدوكيومنتيشن هنا وبدي اروح ابحث عنها. موديلز هذا كله بدي اسكره. اوبس انا سكرت التنسر. كيف؟ الخطوة الثالثة انه ديفاين موديل، هاي بدي اكتب لك اياها هنا. ستيب 3 ديفاين موديل. ايش في هنا عندي موديل؟ وين موجودات؟ من وين نجيبهم؟ tf.keyRas.models. خلينا نتاكد انه tf.keyRas.models. بالضبط models بالاس. وهنا فهنا بنعرف موديل بتساوي من هاي الباكج tf.keyRas.model.sequential. حنعرف sequential هايو فاضي ديفولت، هذا موديل فاضي فيش فيه ولا شيء. بس ايش فينا عندي موديل صغيره حنجربها لاحقا، القي عليهم نظره. ارجع هنا على الدوكيومنتيشن، شوف الموديل انا ايش في عندي. انواع المودلز في عندي sequential activation applications back end، تمام. فهنا المودلز نرجع طيب خلينا نشوف انه ابحث عنه بالكامل. دوت sequential انه خلينا اجيب لك الليستة تبعت كل المودلز هاي. هي موجود في عدة اماكن.
طيب اوكي، مش موجود هنا انه في له رابط مباشر في الدوكيومنتيشن، ولكن انا عشان اعرف عده مودلز، فعلى سبيل المثال انا ممكن ابحث هنا واقول له دوت دي ان ان كلاسيفاير، ايوه هنا في البيسك بالضبط، في البيسك كلاسيفيكيشن هذه كيراز دوت سيكوينشال، في عندي كيراز دوت هنا بجرب موديل ثاني اوكي whatever. اوكي خلينا مع السيكوينشال حاليا، لانه حجيب لك الليست تبعت بقيه الكلاسيفايرز. تمام، لقيت هذا الموديل فاضي، كيف بدنا نشوفه؟ في انا عندي داله اسمها برنت موديل دوت سمري، شايف في انا عندي انبوت، في عندي فيت متريكس بحددها، في عندي اد، وفي عندي هنا كومبايل هي اللي احنا بدنا نستخدمها، وفي عندي هنا السمري. في فت بس لسه بدنا الاول انه احنا بدي اشوف كيف الموديل الفاضي كيف شكله، فاطبع لي اياه زي هيك. اه اوكي، لازم نعمل كومبايل للموديل عفوا اول، وبعديها هنا السمر على القسمة. اه 21 وانا طلع لي على القسمة قبل ما جاب السمر. هذه القسمة هنا هو كيف عاملها من غير القسمة يساوي من غير القسمة بعدين بوينت زيرو اللي هو الداتا تايب، هنا بوينت زيرو اوكي، بس مش حاطط اسمها قبل. هذه عفوا اوكي، هذه زي هيك وهذه يعني بتحط هيك. نعم انا نسيت، اوكي مش مشكلة. هنا اول نعمل كومبايل وبعديها نعمل أو خلينا نطبع السمري نشوف كيف. هي في خطأ مش عارف ايش مود يساوي، مش عارف يعني القسمة لحالها مش فاهمة. خلينا نعملها قسمة عادية زي هيك، بتساوي تقسيم هيك بقبلها، وهذه نعم هو مش بدي ياخذ اللي حولها من دي لواحد. نعم برضه ضايل في خطا على القسمه، لا في موديل في خطا على الموديل دوت سامري، فعشان هيك نعمل له اول كومبايل فاضي، وبعديها بنعمل السامري. ايش الخصائص تبعت الموديل هذا؟ طيب الكومبايل بده argument الاوبتمايزر، فعشان هيك انه مش حنقدر نشوف السمري. طيب خلينا اوكي خلينا ناجل هذا الموضوع ونضيف. انا عندي في النتورك اضيف، انا عندي layers، فكيف بدي اضيف layer في النيورال نتورك؟ موديل دوت اد اوكي
وهنا بدي أعطيه layer زي ما أنا شايف أنا عندي في الباراميتر هنا layer. layer هذه أول حاجة أنا في عندي flat. إيش يعني flat layer؟ إنه فعلياً الإيمج هذه عبارة عن 28 في 28 بروح بفرطهم بالضبط وبحطهم كإنبوت واحد. تخيلين كيف؟ يعني عندي هاي الصورة. نعم. إلى آخره. تمام؟ هنا قديش الفاليو بين الزيرو والواحد؟ هنا قديش الفاليو بين الزيرو والواحد؟ فايش راح يسوي؟ فلاتن إنه بروح باخد هذا هايو باخده هذا بحطه زي هيك بالطول. هاي الجزء الأول. تمام؟ وبعديها الجزء الثاني بدي ياخده يحطه هنا. والثالث بيحطه تحته زي هيك. 28 في 28 حوالي 200 او 700 و... فبالتالي بالضبط. فانا بحدد هنا بالضبط انه هذا عبارة عن الانبوت لير. بطلب منه انه هو يفرط الصورة تمام بالطول ويحط لي اياها كبكسل زي هيك. نضيف لير تاني موديل دوت اد تي اف كيراز دوت لايرز دوت دائما نتعود هنا كله تي اف دوت كيراز. هذا حيمر معنا بشكل كبير. حقيت اللايرز انا عندي في عندي لايرز كتير بدي اشوفهم وين على الدوكيومنتيشن بالضبط. بروح هنا كيراز دوت لايرز. ايش في هنا عندي؟ في عندي مثلا conv 1d هذا عبارة عن 1d convolution layer. في عندي conv 2d هذا لما نصل للconvolution بدنا نعمله زي هيك. في هنا عندي dense. نعم dense معناها انه عبارة عن dense neuron انه هي عبارة عن fully connected مع بعض يعني كل النيورون متصل بجميع. هنا وين سي هاي dense هي عبارة عن just regular densely connected neural network. شكلها زي ما احنا شفناها سابقا انه بالضبط. هذا عبارة عن dense layer بالضبط. وهذا كل لير متصل بكل النيورونز في اللير اللي بعده. فجبنا ضفنا اول طبقه انه عباره عن دنس لير زي هيك. وهنا ايش بحط السايز تبعها قديش عدد النيورون دوت دنس. وهنا بحط البارامترز ايش هي البارامترز لا حكينا انه 128 صح 128 لير والاكتيفيشن بتساوي ري لو ريلو بهذا الشكل. نضيف كمان لير زيه وبعديها اللاير الأخير يا
قديش يفترض انه 10، لانه انا عندي من 0 ل 9 هذه تبعت الارقام، والاكتيفيشن حيكون سوفت ماكس. هيك خلصت الموديل. نعم كله دنس. لا هذيك مرتين بيدو دنس، لأنه هادول ميدل ليرز والأوتبوت لازم يكون سوفت ماكس بزر. نعم الدروب اوت، الدروب اوت هذه بتساعد في الاوبتمايزيشن، هخليها اجلها شوي هالكيت. بس الفكره الان انه احنا ببساطه عملنا قاعدين بنضيف لايرز على النيورال نتورك، فهذا عباره عن انبوت وهذا عباره عن هيدن لايرز، وهذا اوت لير. سهل الكيرل صح؟ تمام؟ لغايه الان متابعين؟ كله تمام؟ كله تمام يا جماعه؟ كله تمام. لسه احنا في الخطوه الثالثه في الديفاين موديل. في الديفاين موديل بحتاج انه نعمل كومبايل للموديل. كيف بعمل له كومبايل؟ موديل دوت كومبايل زي هيك. طب وروح باخذ كل هدول العناصر بشبكهم مع بركبهم على بعض. انا ضفتهم هيو اد 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 بالضبط. خليني اتاكد. لا بدون ايه. وين هذا السبيل تشيكر؟ بس مجرد المدقق الاملائي تبع البي شارب. طيب ممكن نشوف السمري. برنت موديل دوت هكيت بقدر اشوف السمري. انا يرتب على القسمة راح. بدنا نضيف الاوبتمايزر. لاحظوا انه انا قاعد ماشي خطوة خطوة بشوف ايش الاخطاء وبحاول انه انا احلها. الاوبتمايزر هنا قبل الكومبايل. فهنا بدي اضيف define optimizer. optimizer الاوبتمايزر برضو بنضاف في الموديل هنا في الكومبايل، فممكن نحكي optimizer بتساوي بنحط بين قوسين. فانا عندي optimizer كتير اشهرهم ادم. نعم بدي اعرف اللوس، بقول لي في لوس ناقصه. تمام فهنا بروح بحط له كوما اللوس بتساوي بفتح. كيف بعرف اللوس؟ خليني اشوف هنا الموديل دوت كومبايل، لانه انا مش حافظها فبدي اروح ارجع هنا على الدوكيومنتيشن واشوف كيف اللوس بدي اعرفها. نعم اللوس هي عباره عن الايفالويشن ماتريكس زي المين سكوير ايرور او المين ابسوليوت ايرور. طيب هنا نشوف الميثود كومبايل
هاي كومبايل، هاي اوبتمايزر بتاخد اللوس باي ديفولت نان، هذه بقية المتريكس، هاي اللوس بقول لي انه التايب تبعه سترينج، تمام؟ وبدك تشوف ايش هي الانستانسز، بس مجرد اطبع هدول. فاحنا ايش بنروح بنسوي؟ بالضبط بروح بفتح هنا برا بي واي، او خليني ليش برا، خليني هنا جوات البي شارب، بفتح الكونسول، في عندي كونسول، فهنا بقول له import TensorFlow as TF. هذا الكلام ممكن تعمليها في سل عندك هنا تحت، تفتحي سل جديدة وبتجربي فيها هذا الكلام. وبدنا نشوف اللوس، فبنقول هنا ايش اللوسز اللي موجودة. اوكي دوت جيت كونفيج كول، هنا يفترض انه في string representation، ما فيش. طيب هنا خلينا نشوفها، هي في لها الرابط يفترض، بشوفها هنا في الدوكيومنتيشن. هي باختصار عبارة عن quotation ام سكويرد ايرور، بس انا بورجي لك انه هي كيف بتنجاب. هاي انا عندي مين ابسوليوت او ابسوليوت ديفرنس، او في عندي مين بير وايز سكويرد ايرور او مين سكويرد ايرور. فبروح بحط انه هي كسترينج انه مين ابسوليوت ايرور او مين سكويرد ايرور. فهنا نجرب انه احنا نحطها زي هيك في ليست، او هي سترينج. هنا الاكيوريسي، هنا المتريكس بتساوي اكيوريسي. اللوس هي عباره عن اوكي سبارس كاتيجوريكال، خلينا ناخذها انه هي مين ابسوليوت ايرور. في حيطلب مني المتريكس برضو كذلك، ف متريكس بتساوي هنا بنحط له اكيوريسي. هذه classification ولا regression؟ هذه اللي problem اللي احنا بنشتغل عليها، تعرف على digits. ليش regression؟ classification بالضبط، labels محددة، فعشان هيك انا حطيت المتريكس. انا عندي accuracy، حطيتها accuracy. لو هذه ممكن اضيف المين absolute error، ممكن انا اضيف هنا انه comma mean absolute بيقبلها معايا، بس خلينا نشوف. لسه ما عملتش تريننج. ايش حكى لي الموديل؟ سيكوينشال. ايش معناه سيكوينشال؟ انه انا عندي لاير متصل بلاير ثاني، لاير متصل بلاير ثاني. هاي السمري، طلع معايا، طلع معايا على السمري. انا عندي هنا الانبوت لاير هيو فلاتن، راح فرط لي، هي جاب لي الرقم 748 اللي هو 28 في 28. هنا فيش فيه باراميتر انه يعملها تريننج، هذا مجرد انه هو انبوت. بعد هيك اللاير الاول قديش انا عندي 128، قديش عدد البارامترز انا عندي 1000 او 10000 او 100000. من وين هذا الرقم اجى؟ اجى هذا الرقم من ان انا ايش عملت، 740 8 ضرب
أنا في عندي 748 نيورون كإنبوت، واللاير اللي بعده 28 ضرب. سبعمية ثمانين أربعة ضرب. لا هو أخذ شو اسمه، سبعمية ثمانين أربعة ضرب مية وعشرين ثمانية، مية ألف وثلاثمية. لسه ناقص قديش؟ بدنا نضيف عليهم كمان زائد مية وعشرين ثمانية، بطلع نفس الرقم بالضبط، 100,480. نتخيل كيف؟ فبالتالي أنا عندي اللاير الأول عبارة عن 400 و 784 متصل باللاير الثاني 128 كونكشن، كل واحد من هنا متصل ب 128 نيورون، كل واحد من هنا متصل ب 28 نيورون. طب هذه الأخيرة اللي أنا زدتها لإيش؟ للبايس، لأنه أنا عندي النيورال نتورك. إذا متخيل، إذا متذكر الرسمة، إنه أنا عندي هاي النيورون، هاي النيورون، أنا عندي هاي إكس واحد، إكس اثنين، إكس ثلاثة إلى آخره، حسب الآن هدول كلهم كل واحد إنه متصل بإنه بنيورون زي هيك. تمام، بالإضافة أنا في عندي هنا كونكشن دائما موجودة اللي هي البي البياس. بالضبط، متخيلينها كيف؟ متخيلينها؟ متخيلينها يا جماعة؟ يعني أكم خط إجا هي الرسمة موجودة هنا. ماشين ليرنينج فور إن شاء الله تكون الرسمة هنا واضحة. هاي أنا عندي الانبوت، هاي وهاي النيورون. تمام، هي انا عندي الانبوت، كل واحده في لها ويت، فهذه هي تحسب، عشان هيك احنا بنضرب في عدد النيورونز، وكل نيورون في له البي بايس تحت بيكون موجود. بالضبط بالضبط، فبالتالي انا عندي هذا اللايرز كله موصل بالنيورونز في اللاير اللي بعده، وكل نيورون في له بي، هذا ترينبل باراميتر. ارجع تاني اللاير اللي بعده برضه نفس الفكرة، 128، فهذا الرقم عبارة عن حاصل ضرب 128 في 128 زائد 128. نتأكد، هاي اللاير الثاني، هذا هذا الناتج هو عبارة عن 128 في 128 زائد 128، فنحسبه زي هيك، هاي 128.8 ضرب 128.8 يساوي زائد 128.8، فطلع 16,512. واللي بعده نفس الحسبة، هو عبارة عن حاصل ضرب 128 في 10 زائد 128. تمام، فمجموع هدول البراميترز لترينابل قديش؟ 118. كيف؟ زائد العشرة؟ هاي نتأكد، 128 ضرب 10 زائد 10، مظبوط، 1200. بالضبط، وزن الأخير اللي بعده. بالضبط،
هدول كلهم مجموعهم قديش؟ 11000 او 118282. هدول كلهم ترينابل. ايش يعني ترينابل؟ معنى ذلك انه خلال الترين حيحدد قديش مقدار الويتس هدول. هدول باراميترز معناها ويتس، هذه كلها ويتس بين النيورونز حيحددها. في شغلات مثبتة عندنا نون ترينابل؟ لا. فبالتالي هي الشبكة وهي تفصيلها. عملنا تريننج احنا؟ لا لسه. ليس بعد، بس احنا الدكتور قلنا لسه بطلع الايرور. خليني اشوف ايش هو، ما كنتش اسجل. اوكي طيب، الان في التريننج، بس خليني اكرر هذا الكلام. في التريننج انا بستخدم هنا الفيت. في هنا عندي الخطوات انه انا اعرف موديل، لغايه الان اخذنا سيكوينشال. في الموديل هذا بضيف لايرز، بعديها بعمل كومبايل وفيت. في الكومبايل ايش بحدد؟ اوبتمايزر واللوس والمتريكس. بعديها انا عندي الفيت. الفيت ايش بدي اديها؟ بدي اديها الاكس والواي والايبوكس. عشان تعرف ايش هما الايبوكس، بتروح عندي هنا وفي بتلاقي هذا الارتكل اللي هو بوضح لك الايبوك والباتش والميني باتش والايتريشن بصوره عشان انت تتخيلها بشكل ممتاز. طيب هجيت انا عندي وان ايبوك، معناها انه انت بدك تلف على كل الداتا سيت كلها، بدك تلف على كل الداتا سيت كلها، تمام؟ في اللفة هذه انا في عندي مقسمة لإتريشن. الإتريشن هذه مقسمة لباتش، هي الفيرست باتش، هي السكند باتش. لاحظ في الفيرست باتش ايش انا اعطيته؟ اعطيته A1 A2 B1 B2 C1 C2 يا استاذ. السكند باتش ايش اعطيته؟ خلص هذول انا خلصتهم في الايتريشن الاولى. الايتريشن الثاني اديته بكمل D1 D2 E1 E2 F1 F2 وهكذا. هجيت كل ايتريشن انت بصير في عندك ابديت للباراميترز، الترينابل باراميترز، الرقم الكبير هذا اللي احنا بدنا ندربه شفناه كل مره، تمام؟ فبالتالي هذه ايبوك. ايبوك معناها انه انت لفيت على الداتا سيت تعلم عليها مره واحده. تكفي؟ لا ما بتكفيش، بدي اخليه يتعلم عده مرات. هجيت في اللفه الواحده ايش في هنا عندي؟ في عندي الباتش. كم عدد من الاكزامبل اللي انت بتعطيهم للنيورال نتورك دفعه واحده، تمام؟ والباتش هذه ممكن تقسمها لميني باتش. لاحظ الباتش انا عندي A1 A2 B1 B2 C1 C2 ستة، قسمتهم هنا كميني باتش انه اثنينات اثنينات A1 A2، بعدين السكند ميني باتش B1 B2 وهكذا، تمام؟ فهنا الاي بوكس بدي احطها، يفترض احطها مثلا 100 200 او 10 20. طبعا انا عندي عشان على الجهاز بس للتجريب بدي احطها 3. والباتش سايز بدي احطها 100 اكزامبل، يبقى في الدفعة الواحدة حيدي له 100 اكزامبل. هاي شفت الباتش كمان مرة، هاي الباتش، يبقى هنا في الباتش في الاتريشن الواحدة حيدي له 100 اكزامبل. لما يخلص ال 60000، احنا قديش عدد الداتا سيت قلنا؟ 60 ولا 600000؟ 60000، تمام؟ لما يخلص ال 60000 100 100 100 100 100 ساعتها بيكون خلص 1 ايبوك. احنا كم لفة حنلف؟ على 60000 حنلف 3 لفات، تمام؟ بعد الفت هنا بروح بطبع ال بالضبط، بدي اعمل بريدكشن. فكيف بدي اعمل بريدكشن؟ بدي احط بريد بتساوي موديل دوت بريدكت. ايش بدي له؟ اكس بالضبط، اكس بتساوي اكس تيست. يبقى هنا الخطوة هذه
هذه الخطوة مش عارف قديش رقمها يفترض. أربعة ترين، لا أربعة ترين نيورال نتورك، يبقى هنا أربعة ترين وهنا خمسة بريدكت. خطوة ستة إيش بدي أعمل؟ إيفاليويت. فهنا بروح بعمل موديل دوت evaluate. ايش بدي له؟ اكس بتساوي او عفوا الواي هادي استنى هادي property هنا. ايش بدي له؟ اكس بتساوي نون، واي بتساوي نون، الباتش evaluate. Y test bulletprints. ممكن أرجع هنا أتأكد. أوكي هنا مختصر ال هذه. فممكن هنا البريدكت هذه عفوا بدي لي البريدكشنز، وانه اوكي ممكن انه هنا نختصر الخطوه هذه ايفالويت مباشره. فهذه بتصير انه انا بدي له الاكس بتساوي اكس ترين والواي بتساوي لا واي تيست. نعم وهنا بدنا نخزن الريزلت بتساوي هنا print بالضبط معمولة في خطوة واحدة هنا. هاي run. لاحظ هنا هايو قاعد بلف 60,000. هذه اللفة الأولى هايو ebook 2 من 3. هيو قاعد بخلص لغاية لما صار معايا ايرور. اوكي ثاني بس موديل دوت فيت اكس ترين واي ترين اكس تيست واي تيست. انا ايش اديته؟ عفوا لا بس هاي الخطأ اكس تيست هنا بس هاي الخطا. هاي المره الثانيه المره الثالثه خلاص. يبقى هاي انا عندي ايش طلع لي؟ طلع لي accuracy ومين absolute error، طلع لي التنتين تمام. يبقى هاي اللوس، هاي الاكيورسي، وهاي المين ابسوليوت ايرور. اوكي انا نفس تبع زبط معاكم لغايه الان؟ طيب خليني انا اتوقف هنا تسجيل وبعدين خليني اشوف